احنا سيبنا من ابجديات الامر الذي يؤدي الى ثوره. الامر الذي يؤدي الى ثوره هو موجود الان في مصر. اسئله كتيره بتتسال، ليه ما تعملوش ثوره؟ ليه الشعب المصري ما ينزلش يعمل ثوره؟ ليه الشعب المصري راضي عن الغلاء اللي بيحصل؟ ليه الشعب المصري راضي عن اللي السيسي بيعمله؟ بيع شركات وبيع ارض وبيع نيل وبيع كل حاجه. ليه الشعب المصري ساكت على كل ده؟ الشعب المصري بيسال ليه الشعب المصري ما بينزلش ثوره. الشعب المصري والله العظيم من الاسكندريه لاسوان عنده وعي، عنده وعي. عارفين انصار السيسي اللي بتدعم السيسي وبتايده؟ عارفين الحقيقه فين وعارفين الحق فين. بس في بعض الناس ربنا خلقها كده، جيناتها كده، هي جيناتها ان بتدور على ديكتاتور دايما. يعني هي دايما اذا ما كانش في ديكتاتور هي توجد الديكتاتور. في بعض الناس في الشعوب كده، في الشعوب العربيه كتير جدا بهذا الشكل، زي ليبيا بيدوروا على حفتر، زي مثلا السعوديه بن سلمان، زي الامارات بن زايد. مش الشعب المصري، في كل الشعوب في فئه. وان كان في الشعب المصري الامر طاغي شويه والامر بزياده عن اللزوم شويه والوضع اوفر شويه، لكن الناس بتتساءل ليه الشعب المصري تحديدا بيتساءل ليه الشعب المصري ما يعملش ثوره والكلام ده كله. بدايه يا جماعه، علشان نعمل ثوره، اولا الثوره خلاص احنا سيبنا من ابجديات الامر الذي يؤدي الى ثوره. الامر الذي يؤدي الى ثوره هو موجود الان في مصر. غلاء اسعار، بيع وتفريط، عدم وجود حياه سياسيه، عدم وجود حياه اقتصاديه، عدم وجود حياه اجتماعيه، ما فيش تعليم، ما فيش صحه، ما فيش في كل حاجه، ما فيش في كل حاجه. في اضخم واتخن واعرض واكبر حاجات اسمها انجازات السيسي. بس طيب، هل كل الحاجات اللي موجوده في مصر الان لا تؤهل الشعب المصري لقيام ثوره؟ لا، تؤهل الشعب المصري لقيام ثوره. طب تسال السؤال، ليه بقى ما امشي؟ ليه ما اتحركش؟ هنا يا جماعه عشان نجاوب على السؤال ده، تعال نجاوب عليه بحس 2011. يعني تلاقي ناس تقول انتوا مش عملتوا ثوره في 2011، طب ما تنزلوا تاني. طيب في 2011 يا جماعه كان في كتله، حاجه اسمها الكتله الصلبه. الكتله الصلبه دي اتشكلت بقى من خلال السوشيال ميديا، زي صفحه خالد سعيد، من خلال الناس اللي دعت على الفيسبوك الشعب لنزول الميدان. ما كانش كتير، كنا 200، كنا 500، بقينا 2000، بقينا 20000، بقينا 100000، بقينا مليون. نزل الشعب. المقصد العمود الاساسي في نزول الناس كانت الكتله الصلبه. الكتلة الصلبة لما نزلت قدرت تصمد في الشارع يوم 2-3، شكلت لدى الناس في حاجة بتحصل، الناس نزلت. ده الوضع. طيب الكتلة الصلبة الآن في مصر حقيقة، ولا مجال لحد يقول غير ذلك، الكتلة الصلبة الآن في مصر، إما بره مصر، بره مصر بيسموهم إعلام السيسي بيسموهم المطاريد، أو جوه مصر في مراكز الإصلاح والتأهيل اللي السيسي بيعملها، اللي بيعرض لك في الدراما الرمضانية على إنها فنادق 50 نجمة مش فنادق 7 نجوم. فالمقصد دي الكتلة الصلبة الحقيقية اللي في مصر، دي الكتلة الصلبة، دي الكتلة اللي فعلا ليه السيسي مش عايز يفتح المجال معاهم، لانه هو مدرك دي الكتلة القادرة على انها لو مسكت بصيص امل بمتر واحد، شارع مسكت فيه متر، الناس هتنزل. ليه؟ دي الكتلة المدركة اللي فاهمة ازاي تحشد وتنظم وتنزل. على فكرة أنا هنا لا أنتقص من وجود أي ناس أخرى، لكن أنا بكلمك على الوضع الراهن. دي الكتل الثورية اللي عارفة يعني إيه العمل الجماهيري، فاهمة يعني إيه سيكولوجية العمل الجماهيري، فاهمة يعني إيه سيكولوجية إزاي أدعو الناس للنزول، إمتى أنزل الشارع ده، إمتى أنسحب من الميدان ده، إمتى أدافع عن كده. يعني في حاجات كتير جدا 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 اللي تبقى محتاجة كتلة صلبة. الكتلة الصلبة دي حاليا مش موجودة في مصر. قلت لك يا بيسموهم المطاريد اللي هو احنا بره مصر، يا اللي جوه اقبيط معتقلات عبد الفتاح السيسي. طيب ممكن بقى تقول لنا، طب يا عبد الرحمن في الوضع الراهن ده الحل ايه؟ انت تقدر تشكل كتلة صلبة. يعني هو انت الناس القيادات اللي شفتوها في 25 يناير دي كانت موجودة كده اللهوي؟ ما اتشكلت من الشارع، اتشكلت حاجة كده، اتشكلت من الشارع. تستطيع انت كمواطن او انتوا كمجموعة من الشباب انكم تشكلوا كتلة صلبة؟ نعم طبعا طبعا. ازاي؟ في منطقتك 5 شباب يثقوا، كل واحد فيهم يثق في 5 من اشد اصدقائه. حددوا موعد، حددوا ساعة، حددوا هدف، حددوا شعار، حددوا توقيت نزول وتوقيت خروج ومكان. انزل اعمل اللقطة، خلصتها اعمل لقطة مشابهة لها في مكان اخر في توقيت اخر، لحد ما يعلموش حد الا انتم. فانت هنا بدأت تشكل الكتلة الصلبة. الكتلة الصلبة هي الكتلة اللي بتقدر تنظم نزول، مكان، موعد، هدفها، شعارها، يافطاتها، الشعار بتاعها، خروجها.
دي الكتلة الصلبة، انك تنظم العمل الجماهيري. يجي من بعد منك بعد كده مع كامل احترامي طبعا التوابع. يعني ايه التوابع؟ يعني ممكن تلاقي شخص واحد يقود شارع باكمله. ازاي؟ اللي هو شخص قيادي، ربنا خلقه قيادي، هو ربنا جعل فيه شخصيه الكاريزما كده القياديه، شخصيته كاريزما قياديه. ازاي؟ انا موجود في وسط 20,000 بني ادم ولا يفرقوا معايا، يمين يمين شمال شمال، قد يا الامر. الشخصيه القياديه دي اذا استطاعت ان هي تشكل كتله صلبه من اقرب الاقربين اليها كاصدقاء كاقربائها، وتعمل في حاجات معينه في اماكن معينه، نزلات معينه، ظهور معين، لقطه معينه، اذا انت عملت كده النهارده، عملت كده بكره، عملت كده بعده، هتلاقي في ناس بتشكل نفس الشكل بتاعك في اماكن اخرى ومحافظات اخرى. طيب فضلنا في الاستمراريه ديت لمده شهر، لمده 20، لمده شهرين، هتبدا تلاقي في ناس في اماكن اخرى محافظات اخرى، هتبدا تلاقي ناس في كل مكان بدات تعمل اللي انت بتعمله، بدات تنفذ اللي انت بتنفذه. دي يا جماعه في حد ذاتها فكره احياء الشارع من جديد، بث الامل في نفوس الناس من جديد، فكره انك بتوصل رساله احنا موجودين اهو، احنا لسه موجودين، لسانا بنتكلم. ده الوضع يا جماعة، ده فكرة انك هل نستطيع او لا نستطيع. الوضع الراهن القائم ده علشان الناس تتكلم عن ثورة وليه الشعب ما بيثورش، يا جماعة طبيعة الشعوب بتحتاج اللي يقودها، ودي حاجة مش وحشة. ربنا سبحانه وتعالى ارسل الانبياء ليه؟ لهداية وقيادة الامم، هداية الامم وقيادتها. الهداية قائمة على انك توعي الناس بالحقيقة، القيادة ربنا بيخلق قائد هيجي في يوم من الأيام هيقود الناس، شاء من شاء أبى من أبى. طبيعة الشعوب بتحتاج اللي يقودها. الأرجنتين اللي هي منها ميسي، ما كانت بتاع ده الأرجنتين، دي النسخة الكربونية. الوضع المصري الآن هو النسخة الكربونية من الأرجنتين، حكم عسكري وجاء بانقلاب ووي وعمل في الشعب، وعدد الناس اللي حطهم في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأرجنتين بلغ ضعف عدد الوضع في مصر. وصلت الأرجنتين اللي هي فيه الآن إزاي؟ من خلال الوعي، الوعي ثم فكرة ان يبقى فيه قيادات. كتلة صلبة، الشعب الارجنتيني ما صحش من النوم كده وقال ايه ده، ما يلا بينا نعمل ثورة ونشيل الدكتاتور. لا، هو شاف اللي يقوده، اللي يقوده ده ازاي بقى؟ مجموعة شبابية بدأت تنظم حاجات الطرق على الاواني والصفافير والكلام ده كله، واحدة ورا التانية، مجموعة نسوية واحدة ورا التانية، مجموعة طلابية واحدة ورا، بدأت الموضوع ينتشر في انحاء الارجنتين. الناس بدأت تشعر بشيء من الأمل، لما الأمل عاد للناس تاني، الناس نزلت الشارع، راح على عهد الدكتاتور، راح على عهد الدكتاتور بقى بأي طريقة من الطرق. المهم إن الدكتاتور وصلت له معلومة إن لأ، مهما فعلت من 10 سنوات يا عبد الفتاح يا سيسي، إلا إن الناس لسه بتقول لأ. بدأت إنك تعيد الوعي وتحيي الأمل، تحيي الأمل في نفوس الناس، وهنا ينتهي عهد الدكتاتور. السلام عليكم.